مشاهدينا الكرام، تحيه الود والاحترام، صباحكم خير وبركه، محطات وفقرات متنوعه نتمنى انه تنال رضاكم واستحسانكم. صباح نجدد فيه ولائنا وانتمائنا لوطننا السودان وندعو فيه الجميع للتسامح على رايه الوطن. بالامس كان اليوم العالمي للاذاعه والتلفزيون، تحيه لزملاء الذين يطاولون ساعات النهار ويسامرون ساعات الليل من اجل الكلمه المذاعه في إعدادها وتقديمها وتنفيذها وإخراجها. تحية كمان لزملائي في قناة الشروق اللي دائما هم بيسعوا لإرضاء المشاهد الكريم في تقديم مادة إعلامية دسمة تفيد المشاهد. لا أنسى أن أحيي زميلي مهد نوري والزميلة منى عبد الهادي والزميل محمد محمود لتكريمهم من ضمن نجوم العام 2022. نتمنى لهم مسيرة حافلة بالعطاء والمد المتواصل بإذن الله تعالى. إذا فقرات متنوعة في صباحاتنا الندية، حيكون اليوم حديثنا عن اليوم العالمي أو الاحتفال باليوم العالمي للجودة. بالتأكيد الاحتفال باليوم العالمي للجودة هو نواة حقيقية لأفضل المعايير العالمية وأيضا للتسويق في الداخل. كمان حيكون حديثنا في فقرة عافية عن شلل الرعاشي، حنتحدث عنه باستفاضة، حنتكلم عن أعراضه وأسبابه وكيفية العلاج وأيضا الوقاية. أيضا حيكون لنا حديث مع أبناء الوطن البارين المبدعين في مجالات مختلفة، حيكون الحديث عن جهاز بلولة للاستخلاص الكيمائي وعلى ماذا يعتمد الجهاز وما هو الجهاز حتى نعرفه بالنسبة للمشاهد الكريم. إذن أهلا وسهلا بالمشاهدين، نرسم صورة الصباح الزاهية الباهي بمتابعتكم. لحن الصباح للجميع. بحب عني وحبيته ما بخلي لو جنيته، حبني وانا حبيته ما بخلي لو جنيته، في ناس مغلوبة وزعلانة ما بخلي لو، حتى انا وقتها بغرانة ما بخلي لو، حزانة وبغرانة ما بخلي، تعهدني وأنا أوفيته أكون شريكته وسيت بيته، حبعني وحبيته ما بخلي لو جنيته. في حالنا ما بخلي، ساعدنا هدفنا وأمانا دنا ما بخلي، يا ناس خلونا في حالنا ما بخلي، ساعدنا هدفنا وأمانا أنا ما بخلي، لو درتوا تعرفوا أحوالنا ليكم بحالنا يا ريتوا، حبعني وحبيته ما بخلي لو جنيته. على فكرة نحنا في سعادة ما بخلي، أدونا خاطركم يا
وستبعته حبعني وحبيته ما بخليه لو جنيته على فكرة نحن في سعادة ما بخليه أول يوم لقيته حبعني وحبيته ما بخلي نوعي أنا ما بخلي هاي ما بخلي أنا ما بخلي ما بخلي ده حبعني وحبيته ما بخلي نوعي. اهلا وسهلا من جديد بكل المشاهدين اللي انضموا الان لمتابعتنا على الهواء مباشره اولى المساحات الحواريه. بنفرح جدا لما نتحدث عن بناء الوطن بصوره جاده وحقيقيه يعني في مجالات مختلفه وفي تخصصات مختلفه. وعلى الدوام احنا بنتكلم انه عندنا اختصاصيين وعندنا علماء في مجالات مختلفه، لكن للاسف الاهتمام بهم ما بالصوره المطلوبه، والاهتمام وتقدير علمهم في حد ذاته. وما عندهم مشكله إنه يقدموا كل علمهم في سبيل نهضة البلد المنشودة، لكن بس محتاجين لقوالب، محتاجين لاهتمام ورعاية حتى على مستوى الدولة حتى ينفذوا مشاريعهم. وحتى المشاريع المرات بتكون حبيسة الأدراج بالنسبة للخريجين في الجامعات، تحتاج برضو أيضا لرعاية من قبل المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي وأيضا الحكومة. في بادرة جميلة وصحية وعظيمة نفتخر بها نحن في السودان، وربما تكون نواة لتفاصيل أخرى في القادم. من جامعة الجزيرة نواة حقيقية لاستخلاص جهاز عنده فوائد مختلفة وعنده أغراض متعددة كيماوي. نحن سعداء أن نستضيف دكتور الماحي محمد أحمد علي بلولة، أستاذ مشارك كيمياء عضوية بجامعة الجزيرة كلية التربية. هو اخترع جهاز تحت مسمى اسمه، ونحن منفتقد دائما الأسامي في معناه بين هلالين، يعني دائما الأسامي تكون أجنبية عشان تلقى رواج في سوق العمل أو كذا. لكن اليوم نحدد ما هو هذا الجهاز وما هي أغراضه وكيفية أن يعالج كثير من خيراتنا في البلد اللي ما بتلقى اهتمام مننا. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. مبسوطين جدا أنك تكون معنا الليلة في صباح الشروق. جزاكم الله خير، وحقيقة يعني الواحد ممتن للشروق أولا إنها هي فتشت عن بحث علمي، ما عشان الماحي محمد أحمد لكن عشان البحث العلمي. كما تكرمت في مقدمتك إنه هو ما لاقي حظه من الاهتمام وما لاقي حظه من الإقبال عليه، خصوصا من ناس سوق العمل. يعني نحن كمنتجين ممكن ننتج حاجة وفكرة وتظل حبيسة الأدراج ويكون بتحل مشكلة حقيقية ومشاكل حقيقية. فالبحث العلمي حقيقة محتاج وقفة، ومحتاج وقفة إصهارة إعلاميا، ودي أول بادرة ممكن يكون أنا بالنسبة لي أصهر في إصهار هذا الجهاز. وحقيقة يعني الجهاز هو بسيط في تكوينه، لكن أنا أمل إنه يقدم الكثير في مجال العلم. يعني طيب يا دكتور، قبل ما ندخل في الجهاز، أنت ذكرت نقطة مهمة ونشير لها في صباح الشروق، إنه معظم البحوث في مؤسسات التعليم العالي بتكون حبيسة الأدراج. في رأيك المشكلة من نواة وزارة التعليم العالي ومن إدارات الجامعة، ولا من وين؟ إذا كان أصلا لما تطلع منكم بتمشي الوسائل الإعلام وبتسوق بالصورة المطلوبة، يعني أنت شايف المشكلة الحقيقية وين؟ المشكلة الحقيقية طبعا هي الحقيقة المشكلة مركبة، ممكن تكون دائرة دراسة، ويمكن يكون في بادرة برضو من بوادر الأستاذنا بروفيسور أبو النور. الآن عنده مشروع ملتقى البحث العلمي لمخرجات البحث العلمي في السودان كي تلقى تسويق. طبعا المشكله في التسويق، يعني ليله انا كاستاذ مشارك الجهاز ده ذاته لو قلت لي موله انا ما بقدر اموله، ويمكن يكون في الخطوه الجايه داير مصممين. انا زول بتاع علوم في الكيمياء لكن ما بتاع هندسه كيميائيه عشان اقدر اصمم جهاز. ففي الخطوه الاولى انا مثلا بحتاج مصمم، محتاج لشغل تسويقي عشان ينتج بصوره تسويقيه كبحث علمي مثلا بخصوص الجهاز ده. كثير من البحوث بتحتاج برضو الجهات اللي هي بتتبناها تمويلها،
عشان البحث يخرج إلى يكون عنده قيمة مضافة للبلد حقيقية، عشان ولذلك البحث مفروض تكون عنده مؤسسيته في أنه بعد ما طالب أو الباحث العلمي كدكتور أو طالب أو طالب حتى طلاب البكالوريوس يعني مرات بينتجوا بحوث، ومش طلاب البكالوريوس الآن، في طلاب غير البكالوريوس عندهم إبداعات واختراعات محتاجة يعني إنهم الناس يمولوها عشان الزول ده يمشي ليه قدام. صحيح. فده جانب حقيقي محتاج تكاتف في جهود، يظهر إعلاميا، يلقى مسوقين. التعليم العالي أنا ما بقول هو ما مقصر، مقصر في أنه يبرز حاجاته عشان يسلم المسوقين، لكن المسوقين برضو هم شوية ما 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 بيميلوا لأنه يتناول مخرجات البحث العلمي عشان ينفذه. طيب ده كلام محترم. دكتور نتعرف على الجهاز ونعرف بكل السادة المشاهدين هو عبارة عن شنو؟ الجهاز بيقولوا له للاستخلاص، طبعا بيقولوا له كما ذكرت هو الاسم العائلي لينا. الجهاز فكرته بدت بسيطة جدا جدا، إنه السودانيين مرات كثيرة بيستخدموا منتجات طبيعية، وأنا تخصصي كيمياء عضوية منتجات طبيعية، بيستخدموا المنتجات الطبيعية بصورة أنه يحرقوها ويستنشقوا الدخان حقها، يعني يتبخر بقرض زي ما شفنا في فترة الكوفيد اللي هو كورونا، الناس استخدموا القرض كثير جدا جدا. في منتجات طبيعية تانية قد تكون ما وصلت للناس زي الطندب وغيره، وناس عدد من حتى في الحشيشات التجميلية زي البخور وغيره بتكون في كمية من الأبخرة الطالعة اللي فيها فائدة، إذا كانت تجميلية أو فائدة علاجية أو فوائد أخرى في استخداماتها. فأنا كانت بتراودني فكرة إنه الدخان ده حاجة قد يكون في زول عنده مشاكل صحية ما بيقدر يتعامل معها، قد تكون هي ذاتها بصورتها دي ما بتدينا منتج علمي. فأنا فكرت ليه نحن ما كعلميين نفكر في أنه ننتج دخان ده بصورة علمية، وبدأت أطور في الفكرة، وأخذ الزمن طويل فعلا الحقيقة لحد ما فكرت في أنه أستخدم جهاز بسيط جدا جدا بيتكون من 3 وحدات. طيب. وحدة حرق اللي هو وممكن نستخدم فيها الموقد العادي بتاع البيت الكانون ده، يعني أنت ممكن تستخدمه في لانك يديك مصدر بتاع طاقه، ممكن تستخدم حاجه كهربائيه باعتبار انها بتديك درجه حراره ممكن تقدر تضبطها علميا. لكن يعني عادي في الصوره البدائيه احنا بدينا بالموقد العادي بتاع البيت الكانون العادي ده. في وحده بتاعت احتراق، الوحده بتاعت الاحتراق دارت تتحمل درجات حراره، انا استخدمت الفخار ويمكن يكون بديت بجبنه بتاع طين عاديه لبساطه الفكره عشان الناس ما تتخيل البحث العلمي الا يلقى مال كثير ومكثف فقط. 3 وحدات بتحرق المادة، بيطلع الدخان، بيتكثف فوق، بيديك مادة. طيب ميزاته، ميزاته أول حاجة إذا ما انتهى من استخدام الكيماويات للاستخلاص بيقللها بنسبة تكون تكاد تكون 80-90% لاستخدام، يعني ممكن 10% من المادة اللي أنت محتاج لها عشان تستخلص بها مادة تديك تديك نتيجة عالية جدا للبحث العلمي، ودي ميزة ما سهلة، بسيط جدا في استخدامه، يعني من مكوناته البسيطة دي انت شايفه. وحتى يعني أنا عندي طالبة بتاع الدكتوراه مودة محمد طه، يعني شغالة وقربت تنجز الدكتوراه حقها، شغالة في البيت يعني عادي جدا جدا، شغالة في بيته بتحرق بتكثف المواد بتجيبها، بعد ذلك بنحاول جربناه مقارنة بالطرق القديمة. طبعا انت عشان تقول شيء يقول علمي لازم تقارنه بالشغل القديم فايدته شنو، أدانا نتائج تكاد تكون مشابهة، وبرضه في طالب دكتوراه آخر قبل ما الجهاز يتكون معتز وهو شغله برضه شبه جاهز الآن في الدكتوراه، لقيناه بيدي نواتج تكاد تفوق ديك أو قريبة منها في كثير من الأحيان. طيب دكتور عشان نجي للفوائد بشكل أوسع ونقدر نشرح فيها، أنت ذكرت أنه الأبسط هو إمكانيته وممكن يدفع بتفاصيل كثيرة بشكل عالي وبشكل عالي الجودة، لكن شنو هو بسيط في فكرته عشان الناس ما تصعب فكرة البحث العلمي عموما، يعني وجوده في البيت هل هو برضو ممكن نقول خطر ولا ممكن يكون في جهة معينة بتفاصيل معينة إمكانيات معينة؟ يلا الخطورة، طبعا أول حاجة نحن بنحاول نتجنب الخطورة في المعامل، حتى في المعمل نفسه بيقول خطورة، لكن لأنه لحد الآن نحن جهازنا كل الحاجات المستخدمين فيه آمنة جدا، يعني نحن مستخدمين موقد جهاز بتاع ينابع بتاع فخار للحرق ومكثف، ما فيه أي حاجة لحد الآن، ما فيه مواد كيميائية عشان نحن بس شنو بالمكثف يعني المكثف
المكثف طبعا الفكرة البسيطة في طالب الأساس بيعرف إنه أي حاجة تتبخر لما تصطدم بسطح رطب بتتكثف عشان تديك سائل اللي هو بيتكون بها السحب العادية. أي زول بيعرف عشان تصل الفكرة لأي زول اللي هو إنه أي مادة تتبخر تصل لدرجة حرارة معينة تصل درجة التبخر بتتبخر لما تصطدم بسطح رطب بتتكثف بتدينا مادة سائلة اللي هو زي ما بيكون في السحاب زي ما قلت. فالمكثف هنا هو عبارة عن موية داخلة في وحدة عشان تمثل لنا السطح الرطب وتكون معزولة من المادة عشان ما تختلط بها عشان بعدين نبقى نعزل الموية كيف بتخلي المادة اللي تبخرت دي تتكثف بدل ما تجيني في شكل دخان بتجيني مادة سائلة بشيلها كمادة كيميائية بعدك بجري عليها اختبارات الكيميائية ده عدهن الشغل بينتقل للمعمل لأنه أنا محتاج لمواد كيميائية محتاج لأمانة في المعمل. لكن بداية الشغل كله في تعالي استخلاص بيكون عادي ممكن يكون في المعمل وقاعدين نستخدمه في المعمل لكن لظروف كثيرة جدا أنا ممكن الطالب ما يتوفر له جوي المعمل ممكن قلت بساطة الجهاز ممكن يستخدم. فبعدك في يعني عندي فكرة لتطويره أكثر وأكثر إشارة. فده السؤال يعني المحوري إذا كان الفكرة من البيت ممكن تنطلق وتفيد المجتمع ككل يعني أنت مخطط شنو بشكل تدريجي؟ هل أنت براك يعني بتجتهد في كل الموضوع ده ولا برضو عامل تشبيك مع جهات تانية؟ والله أنا يعني حتى حاولت أتواصل مع مصممين وهنا أنا بحيي الشباب لأنه الشاب طاغة يعني أنا أسعى عشان أجي هنا بظروف كثيرة جدا يمكن يكون شوية حركتنا نحن الناس أنا ما أدري أقول أنا عجزت لكن بحكم المشاغل بحكم حاجات كثيرة الشاب عنده طاغة ويقدر يتحرك. فحاولت أتوصل مع مهندسين كيميائيين منهم عماد إنه نحاول نطور الفكرة دي زي ما قلت لك محتاجة لمصمم عشان أنا أدي أي زول في السوق أديه جهاز لازم يكون مصمم تصميم تسويقي أكثر منه. فحاولت أتواصل مع ناس وأشبك معهم اجتهدت في لكن برأي لكن ما قدرت أوصل. ودي دعوة هنا في صباح الشروق ودي دعوة لكل الناس لكل زول ممكن يقدر يقدم صحيح. طيب فينا. طيب دكتور الماحي شنو ممكن يضيفه الجهاز في ظل التوقيت الحالي ما نعيشه يعني في مجال التصنيع وكذا؟ طيب أول حاجة أنا دار أقولها مهمة جدا في الجهاز ذاته الآن نحن عارفين مشاكل المناخ هو بيقلل خطورة المواد الكيميائية ده أول جانب يعني فيه يعني بالتالي هو بالبساطة بتاعته دي نحن بنقلل فيه استخدام المواد الكيميائية إضافة للتكلفة بتاعت المواد الكيميائية بيقلل خطورة المواد الكيميائية يبقى هو الناس ممكن تمشي في اتجاهه. وحتى في فكرة إنه أنا على اتصال مع أساتذتنا وخصوصا أستاذنا الدكتور فتح الرحمن عباس نحييه من هنا يعني قدم لي الكثير في الجانب العلمي واستاذنا حسن انصاري شاركوني في كثير من فقرات الجهاز ده في انه يعني دي لو بقت كده بيبقى افضل لو بقت كده بيبقى افضل لحد ما وصل بشكله ده. فتواصلت مع ناس كثير عشان نطور ذات وسدي محاوله التشبيك ده لكن للاسف لسه ما وصلت لحاجه حقيقيه في التشبيك يعني جميل. موعدني باش مهندس عماد بانه يوصلني ولكن ما وصلني لحد الان. والله انا والله بحيي فيك صراحتك انت يعني انت بتقول من واقع الفكره بتاعتك وطرحتها بشكل محترم بالنسبة للمشاهدين وقلت احتياجك لأنه دي ما فكرة البلولة فقط يعني فإنما ممكن يستفيد منها المجتمع السوداني بشكل عام يعني. طيب معظم مشاكلنا هنا في السودان في شكل الفكرة نفسها يعني ما شاء الله الأفكار واسعة والأفكار بحر وأي زول بإمكانه إنه ينشئ فكرة ويبدأ على عمل مباشرة. بنجي في مرحلة دائما تسجيل الأجهزة في الملكية الفكرية وتلقى حظها يعني من الثبات فإنت المراحل دي مشيت فيها وين؟ طيب أنا هنا حقيقة أشكر الأستاذ موسى محمد رحمة محامي يمكن يكون ساعدني كثير يعني في المسألة بتاع التسجيل في الملكية الفكرية ومسجل الجهاز الآن في الملكية الفكرية برقم تسجيل وموجود الشهادة بتاعت التسجيل بتاعه فده ما فيه مشكلة سجلناه في الملكية الفكرية وهو ملك الآن الفكرة للماحي محمد أحمد الحمد لله دي نعمة من الله ومنا يعني يشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونتمنى إنه نزيد. وأبشرك في تاني يمكن يكون في فكرة جاهزة للتسجيل والواميس كنت بتناقش معه في تسجيله وفي فكرة برضو متتالية. فالتسجيل برضو يعني ما في مشكلة في الملكية الفكرية بشيت فيها بخطوات المطلوبة وسجلت الجهاز الحمد لله. طيب قدر كيف برضو ممكن تكون فكرتك دي بادرة خير ونفاج أمل للطلاب طلاب الكيمياء في جامعة الجزيرة بالتحديد؟ طيب حقيقة يعني أنا قلت لك الجهاز ده يعني بيقلل
يقلل تكلفة البحث العلمي، سهل الاستخدام. فبالتالي يعني حتى الفكرة البدائية بتاعته ما كان جهاز، يعني احنا كنا بنستخدم أدوات عادية جدا جدا. وهنا دكتور المحي أنا آسف للمقاطعة، أقصد إنه بيكون عندهم أفكار كثيرة ومشاريع عايزين ينفذوها لكن ما عندهم الجرأة إنه تنزل عرض الواقع. فأنت بالنسبة لهم بادرة أمل أو نفاج أمل إنه مشاريعهم وأفكارهم تنزل عرض الواقع، غير فكرتك ممكن يكون عندهم أفكار كثيرة يعني، فقدر كيف أنت بتكون بالنسبة لهم ملهم؟ فعلا يعني هنا أنا أذكر إنه جاني طالب يعني أداني فكرة يعني في الجهاز في خطوة من الخطوات، هو ما كان قاصد يقول لي الجهاز يعني بيسأل في أنه هو داير طالب بتاع كيمياء داير يحلل دخان السيارة فيه شنو، وأنا أصلا يعني شرعت في الفكرة وبديت وكنت بنفس فيها، فسألته سؤال أنت حتجمع الدخان كيف؟ أنا دي فكرتي الأساسية أنه أنا أجمع الدخان ده، قلت الدخان حتجمعه كيف؟ فالطالب قال لي أنا حاجمع الدخان بالقارورة بتاعت الموية، بيفتح القارورة من فوق بقدر السيارة بيثبت فيها السيارة في الغطاء بتاعها، بيثبتها وبيملى القارورة موية، بيفتح الموية من تحت الموية حتنزل حتسحب معها الدخان. ودي كانت الفكرة بتاعت بداية تطوير الجهاز الحقيقية. وطالب هو من جامعة سينار ما تواصل معي، سألتني أستاذه. فالطلاب عندهم أفكار مبدعة حقيقة، والشباب دي المبدعين يا سلام. مبدعين يعني حقيقة، يعني عندهم إبداعات حقيقية. الفكرة الأولى أول بحث نحن نفذناه ويمكن يكون قبل 8 سنة أو 9 سنة لورا من طلاب البكالوريوس، نفذوا طلاب بكالوريوس في بداية الجهاز ده يا سلام، قبل ما يبقى جهاز يعني لو كان فيه. دكتور احنا زماننا خلص معك ونديك مساحة أخيرة عندك فيها مطلق الحرية إنك تناشد فيها كل المنتجين كل المسوقين إنه الجهاز بذات الإمكانيات إنه يجد القبول والاستحسان. طيب بعد شكري لكم المتكرر يعني حقيقة يعني وصول الفكرة ذاتها للمواطن، وهنا نحن نخص الرأسمالية بالتحديد، لأنه البحث العلمي محتاج عشان يوصل ويدي قيمة حقيقية محتاج مال. وأنا شخصيا بفتح ذراعي بطول الباع يعني لأي زول داير يتبنى هذا الجهاز بالفكرة، نسق معاه ونشوف الآلية بتاعت التنسيق من مهندس يمكن يكون مصمم عشان يكون الفكرة جاهزة، لمنتج إذا في جهة دائرة تنتجه، وحتى أنتوا ليكم الحق في أنكم أنتوا تعملوا الشغل اللي بيليكم فيه. وأنا شاكر لكم كل الشكر، وشاكر لكل قناة الشروق بداية ونهاية من أعلى طاقمها إلى آخر طاقمها. جزاكم الله خير. الله يجزيك يا دكتور خير. إحنا دائما نقول إنه العمل الجماعي هو مهم، يعني أنت أثر مناشدتك دي إن شاء الله تجد القبول وتلقى واجهة طيبة من كل الناس اللي حابين إنه يسهموا في تطوير السودان. وفي بيت شعر كده بيستحضرني بيقول إنه النمل تبني قراها في تماسكها والنحل تجني رحيق الشهد عوانا. كل ما تضافرنا مع بعض بمجهوداتنا الجماعية كل ما بنينا الوطن بشكل ممتاز. أنا مقدر جدا دكتور المحي محمد أحمد علي بلولة، أستاذ مشارك كيمياء عضوية بجامعة الجزيرة كلية التربية، حديثنا اليوم عن جهاز بلولة للاستخلاص الكيماوي. نحن مقدرين جدا حضورك. نستمر معكم مشاهدينا، حنين لا ينضب ودفق لا يتوقف حينما نسافر عبر ذاكرة قناة الشروق لمناطق السودان الشاسعة الواسعة، نرسم صباحا صورة السودان الزاهية من خلال هذه المساحة مباشرة. تشتهر منطقة ميري بجمال الطبيعة ويرتادها في كل صيف وما بعد الخريف طالبي الراحة والاستجمام من السياح والأسر القادمة من فجاج الجبال والباحثين عن الهدوء بعيدا عن صخب المدن وازدحامها وجوها الحار. تقع ميري إلى الغرب من مدينة كادولي وتبعد عنها بحوالي 20 كيلومترا، وقد تم تشييد هذا السد وهو بمثابة الخزان الطبيعي للمياه المنحدرة من عالي الجبال وتتجمع في وسطها. هذا الخزان شيد في العام 65 و900 ألف بطول 5 كيلومتر وبعمق 12 مترا، ويحفظ حوالي 45 ألف متر مكعب من مياه الخريف سنويا، ويستفاد منها في أغراض متعددة وتتمثل في زراعة الخضروات والموالح وشرب الحيوان. الجو هنا في ميري رائع، يتخلله نسائم الخريف التي هبت وأخذت تغشى المكان وتداعب الجالسين على ظلال الأشجار وتتسلل إلى النفوس رويدا رويدا فتنتعش لها وتتفتح قرائح الشعراء وفيها كتبوا أجمل الكلمات وصاغوا أعذب الألحان، فالجو كله فرح ومرح وحبهور. ميري
أخذت هذا الاسم نسبة إلى فرع ميري من قبيلة النوبة، وفي هذا المكان تكاد تتلمس عبق التاريخ الوطني بكل عنفوانه. ففي هذا الجزء من الوطن ولد المقاتل الذي دوخ الإنجليز وأذاقهم مر الهزائم بانتصاراته المتلاحقة، وهو الفكي علي الميراوي. ميري احتشد فيها كل جمال الطبيعة وتجلى فيها إبداع الخالق، فالمياه ممتدة على مدى البصر والجبال السامقة وكانها تصافح السماء، والأشجار الباسقة المخضرة والأغصان الملتفة والطيور بأنواعها النادرة، والسكون ثم الهدوء إلا من زغزغة العصافير وخرير مياه البحيرة التي تبدو وكأنها تصافح سفوح الجبال في ود وتناغم بديع. رقصة الكمبلة وهي من الرقصات الشعبية ذات الملامح الإفريقية المميزة، وتتنوع من قبيلة إلى أخرى في سرعة الإيقاع وحرارة الأداء. وترقص قبيلة ميري هذه اللعبة بإيقاع متوسط يشوبه شيء من طبيعة المناطق الجبلية التي تقصو أحيانا على ساكنيها، فيترجمونها في شكل ضربات على الأرجل وحركات الأيدي والعناق في رفق وأحيانا في قسوة. كل هذا يحتشد في هذه المنطقة الجميلة وفي كل مناسبات الأعياد والأعراس والتجمعات الاجتماعية الأخرى، وفيها تتغنى الحكامة بأغاني الحماسة والشهامة ونقد الظواهر الاجتماعية السالبة. وفي مثل هذه المناسبات يتزين الرجال كما النساء، بدءا من الألبسة الملونة إلى قرني الثور الذي يربط على الرأس دليلا على القوة والحماية والدفاع عن العشيرة. هذه المياه المنسابة يجد فيها صيادو الأسماك والحيوانات الأخرى مبتغاهم، وتجود بأعداد من الأسماك تكفي مرتدي الرحلات على ضفافها الذين يأتون إليها من القاصي والداني ومن أماكن شتى. ميري عروس الجبال تتمتع بكل مقومات السياحة والجمال والترفيه، وعلى ضفاف مياه الخزان يمارس القادمين إليها هواياتهم المفضلة للظفر بالراحة النفسية، كما يشد المتزوجون حديثا إليها الرحال، وعلى أرضها تقام الحفلات وكل فرد منهم يمارس ما يحب بكل حرية، خاصة الرقص على أنغام الموسيقى بأنواعها، كما يتمتعون بركوب المراكب جيئة وذهابا في مياه الخزان. المناطق التي تتمتع بالمناظر الخلابة في بلادي كثيرة، وليست ميري إلا واحدة منها، وجنوب كردفان على وجه الخصوص حباها الله بجمال المناظر الطبيعية قل أن توجد إلا نادرا، وهي تحتاج إلى لمسة من قبل الجهات المعنية حتى تغدو منطقة جاذبة للسياحة على ألحان الطبيعة. أهلا بكم مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر والحي. شكرا للزميلنا سليمان إسماعيل الزين على هذا التقرير. مشاهدينا، كثير من الأحيان قد نشعر برحشة في أجسامنا وربما تستمر لباقي أطراف الجسم، ومنقول إنه كل ما كان في رحشة في الجسم هي تنذر بوجود مرض ما، يجب على المريض إنه يتوجه مباشرة إلى الطبيب حتى إنه يطمئن على صحته. إذن حديثنا في مساحة عافية عن شلل الرعاع السعداء، أن نستضيف مباشرة بروفيسور ياسر جاد المول المنصوري، استشاري المخ والأعصاب وعلاج القضاريف. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. صباح النور، أنا سعيد بهذا اللقاء اليوم إن شاء الله. الله يجزيك خير. نعرف سادة المشاهدين مباشرة بشلل الرعاش، بنقصد به وشنو؟ الشلل الرعاش أو مرض الباركنسون أو الباركنسونيزم تعود أصل التسمية إلى مكتشفه الطبيب البريطاني جيمس باركنسون في عام 1817، حيث قام بوصفه الوصف الإكلينيكي. وهذا المرض هو قديم يعني في التاريخ، وهناك يعني كثير من المشاهير قد أصيبوا به، يعني ممكن على ذكر المثال محمد علي كلاي بطل الملاكمة، والرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين السابق، وأيضا روبن ويليامز ممثل، وملك تايلاند، كلهم هؤلاء أصيبوا من قبل يعني بمرض الباركنسون.
فهو مرض في المقام الأول مرض عصبي بيكون فيه العلة الأساسية هي نقص مادة الدوبامين في الدماغ. مادة الدوبامين بتفرزها النواة السوداء سبستانشيا نايغرا، هذه مسؤولة عن الأداء الحركي والتركيز والذاكرة والإبداع وما شابه ذلك. فإذا قلت هذه النسبة، نسبة مادة الدوبامين 75 إلى 80%، بيبدأ أعراض مرض الباركنسون تظهر، ومن أول أعراضه اللي هو الرعشة أو الارتعاش أو الهزة أو الاضطراب. طيب، عنده مراحل متعددة مراحل الأعراض ولا هي فقط مراحل ثانوية؟ نعم، المرض هو يعني في وصفه مرض عصبي تنكسي، يعني بيكون تدريجيا بيحصل عملية التآكل في النواة، وبالتالي بيزيد في الأعراض الإكلينيكية للمرض. ومراحله ممكن نقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى بيظهر اللي هو الرعشة والتيبس والتخشب أو التصلب في ناحية واحدة من الجسم، مثلا في اليد، ثم بعد فترة تنتقل إلى الناحية الثانية مع زيادة الحدة والشدة، وبعد ذلك يفقد المريض التوازن أو المقدرة على وضع جسمه في حالة اتزان. والمرحلة الأخيرة أو الرابعة هي مرحلة الشلل التام، حيث نجد المريض يفتقد القدرة على المشي. طيب بروفيسور، يعني أنت ذكرت دي الأعراض الممكن تكون حسية واضحة بالنسبة للشخص المريض وللطبيب أيضا، لكن هل في أعراض قبلية ممكن أنه تدينا نتيجة أو تنذر لنا أنه بوجود شلل رعاش لازم أنه مباشرة نلجأ للطبيب؟ في الحقيقة في أعراض مبكرة منذرة، اللي هو منا الاضطرابات المنامية، الليالي المضطربة التي يكون فيها أحلام مزعجة، والإنسان أو المريض قد يتكلم أثناء نومه أو حتى يتحرك مع وجود القلق والتوتر. بالنسبة للاضطرابات المنامية لها يعني ارتباط مع ظهور مرض الباركنسون في المستقبل. أيضا حالات الاكتئاب، القلق، التوتر، ولوحظ أنه يعني قبل 10 سنوات من تشخيص يعني مرض الباركنسون ممكن أن تظهر هذه الأعراض الاكتئابية والقلق والتوتر، وأيضا منها وجود الإمساك والاضطرابات المعوية عادة ما تظهر أو تدينا إنذار مبكر بالنسبة لي مرض الباركنسون. يعني ممكن قبل 20 سنة من التشخيص تظهر هذه الأعراض، قبل زمن بعيد ممكن بعيد يكون جدا ممكن تظهر هذه الأعراض كإنذار مبكر على أنه هذا الشخص سيصاب بمرض الباركنسون. أيضا فقد حاسة الشم، فقد حاسة الشم اللي هو ما يعرف بالإنوزميا، هذا مؤشر قد يدل على أن هذا الإنسان سيصاب، بل إنه كثير من المرضى المصابين بمرض الباركنسون في التاريخ المرضي يقول لك أنا حصل لأنه فقدت الشم في البداية قبل ما يجيني المرض. يعني هذه أعراض أو إنذارات مبكرة. هناك الأعراض بنقسمها عادة إلى قسمين، اللي هو أعراض حركية وأعراض غير حركية. فالأعراض الحركية بتشمل أهم شيء الرعشة، هذه الرعشة قد تكون في الأصابع، قد تخش في اليدين، تكون في اليدين أو في الذراعين أو حتى في الفك أو في الرأس أو في القدمين. وهذه اللي هو الرعشة من أوائل الأعراض التي تظهر على مرض الباركنسون، ويعني هي من الأعراض المهمة جدا، اللي هي إذا وجدت فقط الرعشة مع أي واحد من الأعراض الحركية ممكن يتم تشخيص الباركنسون. نمرة 2، وجود التصلب أو التخشب اللي هو ما يعرف بالريجيديتي، بنلقى أنه المريض ما يميزه أنه بيكون في حالة بتاع التخشب، يعني كيف أنه يكون يعني العضلات شادة، يعني لو جيت مسكته مثلا في اليد تلقى أنه يعني التوتر عالي جدا في العضلة، يعني النغمة العضلية عالية جدا يعني. وأيضا من الأعراض الحركية اللي هو في المشي، في المشي بنلقى أنه عنده مشي مميز جدا. يعني ممكن أن أشخص مريض الباركنسون
يعني من مشيته فقط على بعد يعني من غير أن أراه، لأن عنده مشي مميزة جدا اسمه الشفلين جيت، زاحفة زي الواحد بيزحف أو بحك في رجلينه هيك يعني اسمه شنو. طيب. التمييز ده هو المعرفة يعني. نعم. ما التمييز؟ تمييز لشكل المشي، تمييز لشكل تشخيص المرض نفسه يعني ممكن يتعرف. طيب سؤال بيتبادر في أذهان السادة المشاهدين، هل الأعراض برضو بتختلف باختلاف بنية الشخص الجسمانية ومناحته، ولا واحد كل الأعراض على الأشخاص يعني؟ الباركنسون عموما عنده يعني عنده علاقة بالعمر، العمر مهم جدا لأنه بيظهر دائما في سن ما بين 50 إلى 70 سنة، يعني ممكن نقول أكثر من 60 سنة، لكن هذا ما بيمنع أنه يظهر في سن 40 سنة أو فما فوق، زي الملاكم محمد علي كلاي ظهر عنده 42 سنة مثلا. في الحقيقة أنه عملوا أبحاث كثيرة جدا بمرض الشلل الرعاش، ووجدوا أنه في علاقة ما بين ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية والرشاقة وخفة الوزن وقلة حدوث هذا المرض في المستقبل. يعني كل ما كان أنه في ممارسات رياضية، التوازن الجسمي كان ممتاز، ده عنده علاقة بأنه الإنسان ما يصاب في المستقبل بمرض الباركنسون يعني. ودي نقطة مهمة نحن نجيب إنه نجيب عندها بخصوص الرياضة. فالسؤال برضو يعني ماذا عن المرضى هم مصابين بأمراض مزمنة، هل ممكن نحسب إنه الرعاش، شلل الرعاش هو من أمراض المزمنة مع الشخص؟ نعم بالتأكيد، شلل الرعاش والباركنسون هو من الأمراض المزمنة المصاحبة للمريض التي يجب أن يتعايش معها ويأخذ بجانب ذلك الأدوية والعلاجات. ومن أهم يعني ما نوصي به لهؤلاء المرضى اللي هو ممارسة التمارين الرياضية الهوائية والتنزه، لأن ثبت أنه هذا يفيد في العلاج، كما أيضا مسبقا يفيد في تقليل حالات ظهور الباركنسون. طيب بروف، يعني هو مرض مزمن وفي مرضى عندهم أمراض مزمنة أخرى، سكري ولا الضغط، كيف ممكن يتعايشوا مع مرض مزمن إضافي يعني؟ وبالفعل يعني قد تلقى في حاجة اسمها combination of disease، يعني مريض بيكون عنده ضغط سكري ارتفاع كوليسترول مع وجود شلل الرعاش، خاصة انه بيرتبط ارتباط بالتوتر والأحصاب وكذا يعني. نعم، ولذلك انه من ضمن التشخيص ان احنا بنعمل فحوصات مخبرية عشان نشوف المريض هل عنده فعلا في ضغط أدى لتصلب شرايين مثلا، أو هل عنده مثلا سكري دهنيات عالية أدت إلى مشاكل في الدماغ. لأن في الحقيقة إنه أسباب، إذا دخلنا يعني في أسباب يعني شلل الرعاش مباشرة، بنلقى إنه 70% من هذه الأسباب مجهولة الهوية أو السبب أو العلة حتى الآن، يعني مع تقدم الطب الحديث، إلا أنه بنجد 70% من هذه الأسباب مجهولة. 30% قد نعزيها إلى وجود العوامل الوراثية عن بعض العائلات، حيث يعني في جين اسمه جين الباركن قد أفرز حديثا يعني، وبقية الأسباب تعزى إلى أسباب بيئية مثل استخدام المبيدات الحشرية والمواد الطلائية، يعني عموما هيربيسايدز فانجيسايدز أنت دي كلها اللي هو المواد اللي بتستخدم في المبيدات. وأيضا الإصابات المباشرة للرأس مثلا في حالات الملاكمة مثلا، زي ما حصل برضو لبطلنا محمد علي كلاي وكذا، إصابات مباشرة على الرأس قد تؤدي إلى ظهور مرض الباركنسون. بالإضافة لذلك السموم الدوائية، يعني بعض الأدوية في حد ذاتها اللي هو نتيجة ما تحدثه من سموم في الخلايا الدماغية ممكن تؤدي إلى ظهور مادة مرض الباركنسون وهكذا. طيب أيضا الزهايمر، يعني الزهايمر 20% من المصابين بمرض الباركنسون يصابوا بمرض الزهايمر أيضا. طيب بروف، يعني هل استخدام علاج خاطئ أو تشخيص خاطئ ممكن برضو يكون نتائجه شلل الرعاش؟ تشخيص خاطئ أو دواء خاطئ ممكن يؤدي إلى الموت يعني، وليس يعني في محورنا يعني. أي نعم. ممكن يكون عنده أبعاد إذا استخدمت يعني أدوية بالذات مثلا الأدوية النفسية العصبية بكميات كبيرة وكميات غير مسؤولة ممكن تؤدي إلى شلل الرعاش. طيب
ممكن يتطور يعني شلل الرعاش اذا ما تم يعني ادراكه بصوره صحيحه، هل ممكن يتطور لامراض اخرى؟ هو في حد ذاته ما بيتحول لامراض اخرى، لكن بيتحول تحويل مرحلي، يعني مثلا من المرحله الاولى كان في ناحيه واحده يتحول الى المرحله الثانيه اصبح في ناحيتين، الى المرحله الثالثه يصبح عدم التوازن والقدره على المشي، الى المرحله الرابعه اللي هو الشلل التام وعدم القدره على المشي يعني. طيب جميل، هل في علاج معين باين لكل المرضى ممكن يستخدموا عنده مراحل برضه؟ نعم، يعني قبل العلاج بسيط اللي هو التشخيص بتاع المرض نفسه بيتم التشخيص تشخيص اكلينيكي او سريري بوجود هذه الاعراض الحركيه، يعني اربعه من الاعراض الحركيه تكفي للتشخيص، او وجود الرعشه زي اي واحد من الاعراض الحركيه ممكن نثبت التشخيص. بنعمل ايضا مثلا صور شعاعيه زي الرنين المغناطيسي للدماغ حتى نستثنى بقيه الامراض، وبعض الفحوصات المخبريه مثل فحوصات الغده الثايرويديه حتى نستثنى اللي هو اسباب الرعشه الاخرى وكذا. ولكن هو التشخيص في المقام الاول هو تشخيص اكلينيكي. بنجي للعلاج، نحن بنحب نكون صريحين يعني مع المرضى حتى ما يعني ياخذوا، يعني المريض مثلا بيجي بيقول لك يا دكتور مثلا انا لمتين اخذ الدواء ده، انا لي سنه سنتين، فانت لابد انه الطبيب يوعي المريض بالمرض نفسه ويوريه ان هذا المرض مزمن حيكون مصاحب لك الى نهايه الحياه، ولكن فائدة الدواء والعلاج هي أن تقلل وتحسن من هذه الأعراض وعدم تدهورها أو الانتقال إلى مراحل أخرى. طيب بروف، في نقطة مهمة، بالعادة حتى الأعمال اللي ذكرتها أنت من 40 ولفوق شوية، مرات في استخدامات خاطئة أو في سلوك خاطئ، استخدام للكحول واستخدام للمواد المكيفة يعني، فبرضو دي عندها آثار جانبية بخصوص المرض. في الحقيقة أنه لو مسكنا المواد المكيفة مثلا القهوة، الشاي الأخضر، التبغ، النيكوتين، وجدوا أنه الغريبة في الأبحاث أنه بتقلل من الباركنسون وتقلل من حدوث مرض الشلل الرعاش في المستقبل. طبعا هذه ما دعوة للناس تستخدم النيكوتين الموجود في التبغ والسجائر، ويعني ثبت أنه يقلل من فرص إصابة المريض مرض الباركنسون، وكذلك استخدام الكافيين الموجود في القهوة والشاي. نحن بننصح بالقهوة والشاي لأنه فعلا هذه المادة يعني الكافيين لها وجدوا يعني أنه بتقلل من فرص الإصابة بالباركنسون، وحتى الإنسان إذا عنده باركنسون برضو بتخفف من الأعراض. بالإضافة لذلك اللي هو نجد بالنسبة للمخدرات والكحول على العكس هي بتعمل إساءة للحالة أكثر بتاعت الباركنسون، لأنها تؤدي إلى استهلاك الخلايا العصبية الدماغية. طيب في نقطة برضو كان مفروض نشرح فيها أكثر في شكل أخير، يعني هل عنده أنواع برضو شلل الرعاش ده يعني يتطور؟ أنت ذكرت مراحل وبيتطور على أربع مراحل لحد ما يصل للمرحلة النهائية إذا ما تم العلاج بشكل كافي، يعني إذا مرحلة الشلل التام، لكن هل هو ذاته بيتطور لأنواع أخرى؟ التطور في نفس يعني جبة المرض أي، وليس أنه يدينا مثلا أمراض أخرى، ولكن في أمراض مصاحبة، يعني مثلا مرض الاكتئاب ديبريشن هو مرض مصاحب عادة لمرض الباركنسونز، فكلهم بيجد باكتئاب قلق توتر، ولذلك في العلاج يعني غير أنه العلاج اللي هو المضاد لمرض الباركنسون بندي برضو علاجات مثلا للاكتئاب للقلق للتوتر، ممكن يجيك بإمساك لأن أيضا بيتأثر الحركة المعوية عنده، وبالتالي أنه محتاج أنه يأخذ علاج للإمساك وكذا، ممكن يجيك باضطرابات منامية، الناس اللي بمشوا بالليل ليل والناس اللي بيتكلموا وبيقوموا كذا، حركة العين السريعة أيضا مربوطة بهم، فهناك أمراض مصاحبة. أيضا مثلا يعني زي ما ذكرت أنه فقدان حاسة الشم ممكن يكون في بداية المرض منذرة يعني. طيب هل يمكن أنه المريض يشفى منه تماما ولا خلاص بس نتعايش معه بصورته الطبيعية؟
حتى الآن لم يتوصل الطب إلى شفاء كامل لمرض الباركنسون رغم التطور الحادث، ولكن كما ذكرت هناك عدة أدوية يعني تفوق 15 دواء بنوجهها نحو تقليل الأعراض، تحسين حالة المريض العامة، عدم التدهور الأكثر في المراحل. المحور العام اللي هو نحن طبعا قلنا الدوبامين، مادة الدوبامين وهي ناقل عصبي موجود في الدماغ هو المسؤول الأول عن مرض الباركنسون عند نقصه بزاد أكثر من 60%، وبالتالي إنه كل العلاجات بتتوجه إلى توفير هذه المادة في الدماغ الدوبامين، وعادة ما بنديه مباشرة الدوبامين يعني كمادة معوضة لأن الحاجز الدماغي بيقوم بتكسير هذه المادة، هناك حاجز دماغي لا يسمح بمرور مادة الدوبامين المأخوذة عن طريق بروفيسور ياسر جاد المولى المنصور استشاري المخ والأعصاب وعلاج القضاريف، نحن مقدرين جدا حضورك صباحا وعلى كل الروشتات اللي قدمتها بالنسبة للمشاهدين صباحا، كتر خيرك. الله يبارك فيك، تسلم إن شاء الله. شكرا جزيلا. نتواصل ويتواصل مدنا مباشر عبر صباح الشروق ثاني المساحات الحوارية، ولكن قبل الفاصل ثراء السودان وتعدد بيئات السودان خلقت إنسان واعد بجمال السودان وجمال مناطق السودان اللي هي بالتأكيد يعني روعة مكان وجمال إنسان. نرتحل الآن معكم إلى بربر، مناظر وإنسان خلاق واعد وصاحب كرم فياض، نتابع في التقرير ومن ثم نعود لنواصل مشوار الصباح مشاهدين. بربر المدينة التاريخية القديمة التي تبعد مسافة 350 كيلومتر شمال العاصمة السودانية الخرطوم تحتل موقعا مميزا على الضفة الشرقية للنيل الرئيس. يعود تاريخ المنطقة إلى 3000 سنة حسب روايات المؤرخين، فهي من أشهر مدن السودان القديم التي أرجع علماء الآثار أصل اسمها إلى ملكتها النوبية الأصل بربرة، وآخرون قالوا إن الكلمة مشتقة من كلمة البر لأنها كانت طريق الاتصال البري بين السودان النيلي وسواكن القديمة، كما سميت أيضا بمخيرف النور لأنها كانت من أجمل بلاد السودان من حيث الطقس. تعددت أنظمة الحكم ببربر القديمة وتعاقب الملوك والأمراء على حكم المنطقة، فكان أشهرهم الملك نصر الدين زعيم الميرفاب الذي امتدت فترة حكمه ما بين 1790 و833 و1000، وزارها في ذلك الزمان الرحالة الأوروبي هوسكان الذي كتب مذكرات تاريخية عديدة حول تاريخ هذا المكان. الموقع الجغرافي المميز جعل المدينة منطقة تداخل بين الثقافات، كما أن المنطقة كانت تزخر بالفن والأدب المعاصر لتلك الحقب والقرون، فصارت مرجعا لأهل السودان. فتداخل العديد من القوميات والشعوب وانصهارها في هذا المكان أفرز إنسان بربر الحالي. احترف إنسان بربر القديمة سياقة الذهب ونشروها بالسودان وإفريقيا ودول المغرب العربي، أشهرهم الخفاب الذين ينحدرون من جدهم الكبير عبد الله أبو خوف الذي شارك في معارض دولية بفرنسا باسم السودان. شكلت المدينة نقطة تجارية نشطة وطريقا للقوافل التي كانت تسير في شكل الدبابيك التي تنقل البضائع بين ميناء سواكن ومربط المراكب الشراعية على النيل الرئيسي. وتطورت التجارة فيها واشتهرت بتسويق المنتجات الزراعية بالسودان. من المناطق الأثرية القديمة ببربر المسجد الأثري القديم الذي روي أن تاريخ تأسيسه يعود إلى الشيخ محمد المصري الجناوي في منتصف القرن الثاني الهجري، وهو يعد ثاني مسجد بالمنطقة بعد مسجد القبش العتيق، كما تضم آثار المنطقة المزبغة القديمة والطواب التي تعود إلى الحكم التركي القديم في ذلك الزمان. مدينة الحجاج التي لا تزال أطلالها باقية بالمنطقة تشكلت نقطة تلاق سنوي لوفود الحجاج،
وفي هذه المروج الخضراء كان يمتد سوق القصيرية، أول سوق مغطاة بالكامل بالسودان والثاني في العالم، وتشكلت بجواره قصور العديد من الملوك والأمراء الذين حكموا المنطقة في ذلك الزمان. أهلا مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر. شكرا للزميل عاصم محمد علي على التقرير، وننتقل معكم مباشرة إلى الزميلة منى عبد الهادي لتوافينا بمزيد من الأخبار. أهلا وسهلا منى. قبل موجز الأخبار نعود بعد الفاصل لنواصل مزيد من الأخبار. صباحا. أهلا وسهلا بالمشاهدين، كل من انضم الآن لمتابعتنا عبر صباحاتنا الندية. يستمر مد الشروق المباشر لتعرف بإنسان السودان الخلاق الواعد في مجالات مختلفة. نرتحل معكم الآن وارتحال كاميرا قناة الشروق لتبين معالم الجمال والرياضة إلى أرض المحنة، قلب الجزيرة والمدني، جسر التواصل وجسر الرياضة وجسر الثقافة من خلال هذا التقرير مشاهدين. بدأت فعاليات الموسم الرياضي الأول بحاضرة ولاية الجزيرة التي ينظمها الصندوق القومي لرعاية الطلاب. البداية انطلقت تحت شعار الرياضة جسر للتواصل، وذلك بملعب خماسيات الدار الزراعي بمدينة واد مدني. تأتي هذه البطولة تحت شعار الرياضة جسر للتواصل، ويمكن شرفنا اليوم الأخ وزير الشباب والرياضة والإخوة مدراء جامعة الجزيرة وجامعة القرآن الكريم وعمداء شؤون الطلاب بالجامعتين. وأفتكر هذه الفعالية تمثل روح رياضية، وأيضا إن شاء الله سوف يكون هناك تواصل ما بين الطلاب وما بين الصندوق في مثل هذه الفعاليات. وأيضا الأخ الوزير مشكورا سوف يقوم برعاية هذه الفرق وأيضا تشبيكها مع فرق الولاية في منتخبات واد مدني، النادي الأهلي والنادي الاتحاد ونادي جزيرة الفيل. الموسم الرياضي الأول لطلاب الجامعات بولاية الجزيرة جسد لوحة رائعة بمشاركة أعضاء حكومة الولاية وعدد كبير من القطاع الرياضي بجانب رؤساء أندية اتحاد كرة القدم بالولاية. أننا في ولاية الجزيرة وفي وزارة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة نبارك البرامج الهادفة التي تقودها أمانة الطلاب بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة. نحن نسمينا الدور الكبير للصندوق، وإن شاء الله يعني الدور الرياضية دي تتواصل بين كل المجمعات. مجمعات الجزيرة هي عبارة عن 10 مجمعات، ويعني إن شاء الله هذه الدور الرياضية يعني تربط بين الطلاب وبين العلاقات الجيدة بين الجامعات وبين الصندوق وطلابها. أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة أكد أن المنافسة بين الطلاب في مختلف المناشط تعد واحدة من الأواصر التي ينصهر فيها الطلاب من أجل بناء الوطن. هذه الاحتفالية بانطلاق الموسم الرياضي الأول من المجمعات السكنية الذي يتنافس فيه طلاب مجمع الجزيرة طلاب مجمع حنتوب، وإن شاء الله حتعم هذه الفعالية كل الولاية، ومن ثم نطلق بها إلى ولايات السودان الأخرى. والشكر أجزله للطلاب ولتفاعلهم في هذا الاحتفال الذي يمثلهم، وإن شاء الله بهم ومعهم نطلق إلى رحاب أوسع. ومعروف عن الجزيرة أنها بلد مترعة بالكفاءات الرياضية من المهارات العالية، إن شاء الله يتم صقلها ومن ثم ننافس بها ونرفد بها المجتمع. عصام الدين عباس، الشروق، ولاية الجزيرة، مدينة واد مدني.
اهلا وسهلا بالمشاهدين، نواصل اخر مساحاتنا الحواريه المباشره في صباحاتنا النديه. شكرا لزميلنا عصام عباس من خلال التقرير. زي ما بدتوا في بالكم يعني الجوده، بعد نتكلم عن الجوده، الاسم بيحمل مضامين ومعاني ساميه والاسم فضفاض، لكن الجوده هي النواه الرئيسه لتحقيق افضل المعايير في مجالات الانتاج المختلفه او في المؤسسات. فاذا كان في جوده معناته يكون في تسويق جيد، في تطوير لمنتجات، في برضو اسهام مباشر في تشبيك العلاقات الداخليه والخارجيه بناء على الجوده. الجوده بتضمن لنا استمراريه المنتج، استمراريه المؤسسه، واستمراريه العامل نفسه اللي بيعمل في بيئه لازم تكون مطابقه للمواصفات والمقاييس. احنا سعداء جدا نكون بمعيتنا الدكتور التوم سيد احمد البطري، استشاري الاصلاح والتطوير الاداري والتنميه البشريه والامين العام الاسبق للمجلس الاعلى للاصلاح الاداري. حيكون حديثنا عن اليوم العالمي للجوده، بيحتفل العالم في شهر نوفمبر بالتحديد عامه باليوم العالمي للجوده. سعداء بك صباحا، اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، بسم الله والحمد لله، الصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه والتسليم. سعيد جدا انه اكون اليوم في صباح الشروق نلقي الضوء على الجوده ومعايير الجوده واصلاح الخدمه المدنيه وتطوير الاداري للعمليه الاداريه. الله يجزيك خير دكتور. الاسم فضفاض وبيحمل قطاعات مختلفه. نعم. قطاعات مختلفه بدون ذكر اسماء عشان ما نحصرها يعني. نعم. فبدايه من للساده المشاهدين، ما نقصد شنو بالجوده؟ الجوده تعني اتقان، اتقان العمل، اتقان المنتج، اتقان الخدمه، واحسان ادائها في بيئه عمل ذات جوده عاليه تهيئ للعامل أن يعمل بروح الفريق لأداء عمل متميز لإخراج منتج متميز سواء كان سلعة أو خدمة. دكتور يعني الجودة دي في الأساس يعني بما معناها الكلي بعد ذاك نجي الراقبة وكذا، بتأتي من ضمير الإنسان الحي نفسه، صاحب المؤسسة. نعم. أو صاحب الخدمة اللي بتقدم فائدة بالنسبة. نعم. للمجتمع يعني. نعم. فقدر كيف برضو مهم إنه الجودة تكون في الضمير قبل ما تكون في المنتج. نعم نعم، قيم وأخلاقية المهنة تعتبر أساس الجودة، هي المعيار الأساسي اللي بتنطلق من عليه وتبنى عليه الجودة. على العامل أن يؤدي عمله بقيم وأخلاقيات تنعكس في سلوكيات إيجابية داعمة للتميز للتفوق، لكي يخرج لنا مخرجا متميزا ذو جودة عالية. طيب ده كلام طيب جميل جدا. احنا نتكلم دائما على الأساس الأخلاقي المتين بنبني عليه وباقي مشروعنا ويقدر يستمر بشكل جميل جدا. طيب عشان تتوفر الجودة المفروض توفر شنو في بيئة العمل؟ بيئة العمل، قبل ما اتكلم عن بيئة العمل، بالمناسبة نحن الآن بنحتفل باليوم العالمي، حنجي له نفرد له مساحة يعني. طيب أيوة. بيئة العمل الجاذبة هي أن توفر لهذا العامل، وبالمناسبة كلمة عامل هي في الخدمة المدنية نقصد بها الموظف والعامل، كله يسمى عامل. نوفر لهذا العامل جميع الجوانب التي تحفز على الإنتاج، جوانب مادية منها المرتب المجزي الذي يقيه من التسول، والامتيازات التي توفر له العمل بروح عالية، الجوانب الأخرى في بيئة العمل ليست في داخل العمل جوا. آه. جوانب اجتماعية، رياض أطفال، أندية أسرية، كلها مترابطة مع بعض في بيئة العمل. بيئة العمل لا نعني بها المكتب. صحيح. فقط لا، لكي يجي المكتب يكون آمن في أسرته. جميل. في بيته. آه. يضمن وسيلة آمنة له، لأطفاله للوصول إلى مدارسهم، في مدرسته يأمن عليه، ويا حبذا وهنالك بعض المؤسسات لديها رياض أطفال داخل، ومعظم العاملين في الخدمة المدنية الآن من العنصر النسائي، وأنا أحييهم هنا. هؤلاء يقع العبء مضاعف عليهن، عبء المكتب وعبء المنزل، فبتحتاج انه تكون في ظروف امنه، بيئه عمل امنه. فحينما توجد روضه اطفال
في وزارتها ومؤسستها تحس بالأمان والإطمئنان. هذه واحدة وأخريات أخرى. صحيح. نعم. دكتور قبل ما نفصل في احتفالكم ورشكم وندواتكم حتعملوها إن شاء الله بمناسبة اليوم العالمي للجودة، في ذات النقطة يعني ارتياح الموظف أو العامل في الحقل المدني يعني هو نتائجه بيدعكس على نشاطه وعلى خدمته في المؤسسة اللي بيعمل فيها أيا كانت يعني. فمنشوف برضو يعني في ظروفنا الصعبة نعيش الآن الضغط الاقتصادي يعني أولياء الأمور أو حتى أخواتنا أمهاتنا بيعملوا في ظروف صعبة وبيعملوا بدوامات مختلفة يعني إذا ما كان في نفس الشركة في شركة تانية أو مؤسسة أخرى، فده برضو مهم إنه نجيب عنده يعني المطلوب شنو من مؤسسات عشان تقدر توفر كل حاجيات الموظف. ولا نسب بعيدا يعني في نحن في مرحلة من المراحل كانت كل احتياجات الموظف موجودة في داخل المؤسسات اللي كانت ما تسمى التعاونيات بقيمة الجملة. يوجد تعاون داخل المؤسسة توفر فيه للموظف كافة احتياجاته من السلع التموينية لحوم كل أنواعها. الآن هنالك مؤسسات حقيقة يعني وإن كان يغلب عليها الجانب الخاص، مثلا على سبيل المثال للحصر جياد الآن توفر بيئة عمل جاذبة في هذا المنحنى بحيث إنه الموظف أو الموظفة يكون مشتت ذهنه وعقله وجسده في اللهس وراء توفير لقمة العيش الكريمة. توفير الآن في مشروع سلعتي لكن ما أعرف وصل لوين، ينبغي أن يكون في كل مؤسسة تعاونية تفي باحتياجات الموظف بقيمة المنتج. وبرضو المؤسسات انه تسعى انه توفر مشاريع يعني بديله بالنسبه للموظف عشان برضو يلقى فيها راحته ويكون عنده يعني مدخر بالنسبه لحياته. طيب العالم اجمع بيحتفل يعني تقريبا 11، لكن شهر نوفمبر كله هو شهر الاحتفال بيوم الجوده، انتم مخصصين له شنو كاحتفاليه اولى في السودان؟ طيب هو الامم المتحده خصصت الخميس الثاني من كل شهر نوفمبر ان يكون هو اليوم العالمي للجوده، وفي هذا الشهر تختار كل مؤسسة اليوم الذي يناسبه. درجنا في السودان أنه نقيم هذا الاحتفال، المجلس الأعلى للجودة الشاملة كان يقيم هذا الاحتفال الآن بمبادرة كريمة من وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط الاقتصادي وحدة التطوير الإداري والجودة، رعت ملتقى لوحدات التطوير الإداري والجودة بالوزارات الاتحادية. هذا الملتقى القصد منه أولا التفاكر والتشاور في ماذا نقدم ومن نحن. كثيرون يجهلون ما هو التطوير الإداري وما هي الجودة سواء كان كمفاهيم أو كمؤسسات غائبة لدى الغالبية. خليك من المجتمع في داخل الخدمة المدنية، هذه المفاهيم وهذه المؤسسات غائبة تماماً في شاشة المجتمع السوداني والخدمة المدنية السودانية. هدفت وزارة المالية وأنا أحيي الأستاذة وفاء أرو حقيقة كانت مبادرة كريمة جداً والتقطت القفاص في ظل هذه العتمة التي تسود حالياً، فجمعت كل وحدات التطوير الإداري والجودة وعملت حوارات كثيرة خرجت بمخرج أنه لابد من أنه نقيم ملتقى نبرز فيه الجوانب الإيجابية، ماذا قدمنا وماذا سنقدم. في هذه الورشة ستأتي معظم وحدات التطوير الإداري، هنالك وحدات متميزة منها وحدة الثروة الحيوانية، وحدة التطوير الإداري بالثروة الحيوانية، وحدة التطوير الإداري بالكهرباء، وحدة التطوير الإداري بديوان الضرائب، وستبرز ماذا قدمت خلال تلك السنوات وماذا ستقدم. في خلال هذا الملتقى سنقدم 3 أوراق عمل، منها سنقف على المفاهيم والإزدواجية ما بين التطوير الإداري والجودة. هي إزدواجية ليست في المفاهيم ولكن ازدواجية في المؤسسات. هنالك جسمان مستقلان يعملان
لا يعملان بروح الفريق، يعملان كل على حدة. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري، وهي ذات تاريخ تليد قديم منذ الاستقلال، والمجلس الأعلى للجودة الشامل والتميز، ونشأ حديثا في 2005. المفاهيم واحدة، مفاهيم التطوير الإداري والجودة واحدة، جميعها تسعى لتقديم خدمة متميزة، جميعها تسعى لإرضاء الزبون، جميعها تسعى إلى خدمة المجتمع بخدمة متميزة. طيب. نريد الآن أن نجمع هذه الأطراف بحيث أنه تعمل بروح الفريق الواحد. وده شيء ممتاز دكتور التوم. نحن لو ما عالجنا جذور المشكلة الرئيسة ما حنقدر نقدم منتج تسويقي ممتاز يصل لاقتصاد البلدان الثانية يعني ويستفيد منه السودان. فأنت في نقطة مهمة ذكرتها، من نحن وما المكنون أو المخزون عندنا عشان نقدر نقدمه بالنسبة للناس يعني. إذا كان في قطاعين كل ما مرة منصات التواصل الاجتماعي وتقارير حقيقية بترد بخصوص الثروة الحيوانية الكم الهائل اللي عندنا بيمشي وبيجي لأنه ما مطابق للمواصفات وللجودة أو كذا. فقدر كيف مهم من خلال هذه الورشة أنه تعال جذور المشكلة الرئيسية يعني بكل عفوية يعني. نعم. بدون تحسس. نعم. حقيقة أنا أحيي وحدة التطوير الإداري بالجودة، فيها طبيبات بيطريات متميزات، قمنا بعمل جيد جدا في هذا المجال وقدم خدمة للوزارة وبالتالي للسودان. لكن ما يعيب وحدة التطوير الإداري ليس على مستوى الثروة الحيوانية فحسب، بل على مستوى السودان ككل لا تجد الدعم والتأييد من الإدارة العليا، وده شرط أساسي من شروط الجودة. الجودة لكي تحقق أهدافها وغاياتها لابد وأن تجد السند والرعاية التامة من القيادة العليا، هي صاحبة القرار، هي التي ترعى المبادرات، هي التي تسوق هذه العملية إلى البر الآمن. إن غاب هذا الدور غابت العملية ككل. حقيقة وبكل شفافية هذا الدور غائب لدينا. طيب دكتور التوم. نعم. يعني أنت من خلال زاويتك وخبرتك في الإصلاح الإداري بتشوف من خلال هذه الورشة ممكن نطلع بشنو بشكل جاد حقيقة على أرض الواقع يتم تنفيذه حتى من قبل القيادة العليا يعني. أهم شيء حنطلع منه في هذه الورشة أولا توحيد المفاهيم، بحيث أن الناس كلها تكون فاهمة أن التطوير الإداري هو غايته الجودة والتميز والإتقان. الشيء الثاني اجتماع هذه المجموعات وقادة حوارات كثيرة قبل هذا الملتقى، ستعمل من خلال روح الفريق الواحد، هذا أهم مخرج حنخرج به. الشيء الثاني حنشعر القيادات العليا في جميع الوزارات الاتحادية بأهمية هذه الوحدات وأهمية دورها. هنالك إنجازات قد يجهلها هؤلاء القادة ويجهلها المجتمع. على سبيل المثال فقط هذا الجواز الإلكتروني، هذا الجواز الإلكتروني واحد من إبداعات إخصائي التطوير الإداري والجودة، وبالمناسبة عمل هذه الوحدات هو عمل بحثي علمي تطبيقي ميداني يدرس المشكلة ويسعى إلى إيجاد الحلول لها. طيب ده كلام ممتاز دكتور. الجودة ما تقتصر فقط على المؤسسات اللي هي بتعمل في السودان، ولكن سمعة السودان هي الأولى، والصورة الذهنية اللي بترسم يعني بالنسبة للعالم الخارجي هي الأساس بتاع الجودة. لأي مدى برضو مهم إنه ندرك إنه قيمة تقدم السودان من قيمة الجودة الحقيقية في مجالاتنا، وهذا ما نسعى إليه، تحسين الصورة الذهنية للخدمة المدنية بالسودان والقطاع الخاص، وإن كنا غير مسؤولين عن القطاع الخاص، ولكن جودة خدمة القطاع المدني ينعكس بالضرورة على القطاع الخاص. نحن الآن بصدد إنه نحسن الصورة الذهنية لأداء الخدمة المدنية من خلال وحدات التطوير الإداري والجودة، بتميزها في الأداء، تميزها في مخرجاتها عملياتها. هذا
يتطلب اهتمام كبير بجزء أساسي وعامل أساسي في الجودة، ألا وهو رضا العاملين على هذه الجودة. رضا العاملين لإنتاج منتج وتقديم خدمة متميزة هو الأهم. هذا الجانب الآن يكاد يكون غائب تماما في الخدمة المدنية. على سبيل المثال للحصر، إذا مسكنا جانب الترقيات فقط نجد هنالك شكاوي وقضايا مرفوعة الآن لدى المحاكم نتيجة تخطي للترقيات أو نتيجة محسوبيات تجاوزات، من يعمل لا يرقى ومن لا يعمل يرقى. في ظل هذا الوضع ماذا تتوقع أن يقدم لك هذا العامل؟ إذن نحن بحاجة ماسة لإرضاء العميل الداخلي وهو ما تركز عليه الجودة، العميل الداخلي والعميل الخارجي. إرضاء العميل الداخلي وهو العامل هو الأسس الأساس لإرضاء المتعاملين الكستمرز. يا سلام دكتور التوم، وجودك مهم جدا معانا اليوم في صباح الشروق وعلى كل الروشتات اللي انت قدمتها للمشاهد الكريم، وذكرني ان الجودة معنى فضفاض، اي تخصص محتاج مننا نقف عنده عشان نضبط فيه الكثير ونبين فيه كثير من المعالم والتصحيح. حتى نحن قادرين جدا وجودك صباحا دكتور التوم. سيد احمد البطري استشاري للصحة والتطوير الاداري والتنمية البشرية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري، على حضورك صباحا، وإن شاء الله بإذن الله بالترتيب حنلتقيك في مساحات أخرى نقدر نفصل أكثر ونشرح. كتر خيرك. شكرا لكم، شكرا جزيلا، ويتمنى أن نكون وصلنا رسالة للمجتمع السوداني ولقادة الخدمة المدنية، وأتمنى أن تكونوا حضورا غدا معنا في هذا الملتقى إن شاء الله. بإذن الله، كتر خيرك. شكرا لكم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة. محطات تجولنا من خلالها على اختراع المواطن السوداني في مجالات مهمة في المجتمع. تكلمنا عن جهاز البلول للاستخلاص الكيماوي، كان أيضا حديث في عافية عن شلل الرعاشي، فصلنا فيه أكثر وبينا كثير من التفاصيل الممكن تكون غايبة عن المشاهد، وختاما باليوم العالمي للجودة وأهمية الجودة في حياتنا وللسودان أجمع، مع إضافة لكل تقاريرنا اللي قدمت من خلال صباح الشروق اللي رسمت صورة السودان الزاهية. شكرا لكرم المتابعة، شكرا لزملائي اللي قدموا ما عندهم من خلال صباح اليوم. حتى الملتقى، دمتم دائما في رعاية الرحيم، بكرة يتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد. مع السلامة.